في هذه التجربة يمكنك استخدام خبرتك في العلوم الفيزيائية لتفاجئ رفاقك. لذلك سنحتاج إلى ماصتين، كوبين من العصير، وهنا استعملنا الكولا، وبكرة عليها إبرة. الآن إذا أخذت الماصة الأولى وغمرتها في الكوب، يمكنك أن تشرب مما في داخله بسهولة. إذا أخذت الماصة الثانية وأحدثت فيها بعض الثقوب بواسطة الإبرة طبعا على هذا الشكل وحاولت الشرب بواسطتها، لن أستطيع كما تلاحظون لأن السائل لا يصل إلى أعلى الماصة. في عملية الشرب الأولى سحبت الهواء خارج الماصة فاندفع الماء صعودا ليحتل مكان الهواء، لكن في التجربة الثانية عندما أحدثت ثقوبا في الماصة وحاولت أن أترشف العصير اندفع الهواء داخل الثقوب ولم أنجح في تفريغ الهواء حتى يحل محله الشراب، لذلك لم يصل إلى أعلى الماصة.